السلام عليكم ورحمة الله. الويل لمن يراه، عداءة تقابل شبح من محاربي هاواي القدماء. أكدت عداءة أمريكية في هاواي أنها أصيبت بالقشعريرة عندما عرفت دون قصد أن هناك شبح محارب قديم من الجزيرة أثناء ركضها عبر الغابات المطيرة. فماذا فعل لها هذا الشبح؟ وأين قابلته؟ وكيف قابلته؟ وما هوية هذا الشبح؟ وهل يظهر دائما في هذه الجزيرة؟ وماذا فعل لها؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. كانت كاي بولاريس تشارك في سباق الجري لمسافة 100 ميل مع فريق هاواي ألترا للجري على مسارات هونولولو موكا في أواها عام 2019، عندما واجهت مشاهد مخيفة. السباق المعروف باسم هارت 100 عبارة عن حلقة طولها 20 ميلا عبر الغابات المطيرة يركضها المشاركون 5 مرات. وكانت كاسي صديقة كاي بولاريس تجري معها في الجولة الرابعة، والتقطت عدة صور شاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع نيويورك بوست. وقالت بولاريس في تدوين نشرتها حديثا: حتى يومنا هذا ما زلنا لا نعرف ما هو. بعد عودتنا إلى مكان إقامتنا تلقت كاسي رسالة نصية من والدتها، وأشارت إلى أن الأمر كان يتعلق بإحدى الصور التي أرسلتها كاسي صديقتها. كانت صورة حية متحركة تظهر فيها شخصية داكنة ترتدي عباءة وتتحرك أمامي عندما كنت أركض، والآن أعلم أن ذاكرتي ضعيفة للغاية بعد السباق، لكني لم أتذكر تجاوز أي شخص على هذا الشريط من المسار. وتظهر اللقطات الملتقطة آنذاك كاي بولاريس وهي تركض على طول طريق الغابة المظلل، وفجأة يظهر كائن غامض من أوراق الشجر ويمشي بجوارها، ومع ذلك لم يتذكر أي من عداء الماراثون ولا صديقة كاي مرور أي شخص على هذا الشريط من المسار. وأشارت كاي بولاريس إلى وجود ظواهر أخرى غير عادية في ذلك اليوم، موضحة أنها كانت عداءة مثابرة منذ أن كانت في 14 من عمرها ولم تنسحب من أي سباق من قبل. ومع ذلك أثناء الركض في الجولة الرابعة مع كاسي عانت من ألم شديد وحاد في قدمها لدرجة أنها بدأت في البكاء واضطرت إلى الانسحاب من السباق. وقالت أيضا أن القمر كان بظلال من اللون البرتقالي والأحمر، وأنه خلال وقت ركضها كان هناك خسوف كلي للقمر. في النهاية قامت كاي بولاريس وكاسي بالاستعانة بالأصدقاء لمساعدتها في فك رموز الكائن الموجود في الصورة، فعلموا أن هناك أسطورة حول وجود أشباح من محاربي هاواي القدماء تجوب الجزيرة ويطلق عليها اسم نايت ماركروس. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير.